بنبركك لأننا بنبات في سلامك وفي طمأنينتك، وبنصحى الصبح على رحمة جديدة ونعمة جديدة هيأتها لينا من جودك ومن خيرك. شكرك لأنه وإن كان انشغلتنا وحاجتنا واهتماماتنا كبيرة قدام عينينا وانت بتقدرها يا رب، لكن بشكرك لأنك بتدعونا في كل يوم نيجي نستريح فيك يا رب، نلقي عليك أحملنا، نحملك أحملنا ونعولك همومنا. شكرا يا سيد رب لأنك دعيتنا أن احنا نيجي في كل شيء نهتم فيه بالدعاء صلاة مع الشكر، وعارفين يا رب أن الغطاء اللي مغطينا، السحابة اللي حوالينا، هي حضورك ومجدك وسلامك يا رب. شكرا لأن كلمتك النهاردة بتقول قولوا لخائف القلوب لا تخافوا. شكرك لأنك بتطمن كل نفس وكل قلب يا رب. مين زيك لا يعصر عليه أمر؟ مين زيك القادر على كل شيء؟ مين زيك اللي ممكن يحول نحنا إلى فرح؟ اللي يحل مسحنا ويمنطقنا بالنعمة وبالبهجة وبالسرور اللي موجودة فيك مش موجودة في ظروف العالم يا رب. شكرك لأنك ما خدتناش منه لكن لسه مستمر تحفظنا في هذا العالم، نكون نورك وملحك ونكون ضياءك يا رب. كمل معروفك معانا، استخدمنا، استخدمنا أدوات بركة وأنية كرامة تجلب بيها مجدك وتمد ملكوتك يا رب. في اسم المسيح بصلي، أمين يا رب. هللويا، بارك شخصك يا رب. هنقرأ إعلان اليوم في واحد من أحلى المقاطع اللي الرب بيتكلم فيها عن وعوده لشعبه وعن أنه صانع عهد جديد، وهذا العهد الجديد أنه شريعته مش هتبقى مكتوبة على ورق ولا على ألواح لكن هتبقى مكتوبة على القلوب. إرميا 31 وعدد 3، عدد 1 بس، تقول الكلمة: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. ممكن نقولها كلنا مع بعض بصوت عالي: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. صلي من كل قلبي إنه هو ده شعارنا هذا الأسبوع اللي محطوط قدامنا، ده الإعلان اللي بنقوله، وشيء كويس إن إحنا ده كمان موضوعنا النهاردة اللي إحنا هنتكلم فيه. في نفس الأصحاح ده، من أصحاح من عدد 1 إلى عدد 9، خلينا نقرأ هذه الكلمات مع بعض. في ذلك الزمان يقول يهوه: أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا. هكذا قال يهوي: قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف إسرائيل حين سرت لأريحهم. تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل، تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين، تغرسين بعد كروما في جبال السامرة، يغرس الغارسون ويبتكرون، لأنه يكون يوم ينادي فيه النواطير في جبال أفرايم. قوموا فنصعد إلى صهيون إلى يهوي إلهنا، لأنه هكذا قال يهوي: رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا وقولوا: خلص يا يهوي شعبك بقية إسرائيل. أنا آتي بهم من أرض الشمال وأجمعهم من أطراف الأرض،
بينهم الأعمى والأعرج، الحبلة والماخذ معا، جمع عظيم يرجع إلى هنا. بالبكاء يأتون وبالتضرعات أقودهم، وسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها، لأني صرت لإسرائيل أبا وإفرايم هو بكري. أمين. كلمات قليلة تانية من نفس الكاتب إرميا، بس مراثي إرميا، مراثي إرميا. مراثي يعني أنشودة نواح ونحيب. مراثي إرميا، إرميا كان بيبكي على قتل بنت شعبه، سمع الوعد، سمع اللي قاله الرب لأنه تنبأ به وكتبه وقاله للشعب. في أصحاح 3 من مراثي إرميا بيحكي عن وجعه وألمه، عن ضيقة نفسه الداخلية، وبيشتكي الرب نفسه. لكن بيقول في عدد 21: أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو، أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى. ليه؟ ليه؟ لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. حنقول عدد 22 مع بعض وعدد 23: أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى. ليه؟ لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. الآية اللي مستوقفاني النهاردة واللي عليها موضوعنا الأسبوعين دولة، وإحنا ماشيين في برنامج الصوم والصلاة والعلية، الرب بيقول: تراءى لي الرب من بعيد، ده الكلام لإرميا، محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. في كلمتين هنا ليهم نفس المعنى: أبدية وأدمت. أبدية وكمان وأدمت، الاثنين مستمرين إلى لا نهاية. الحاجة الأولانية أني حبيتك للأبد، والشيء الثاني بسبب أني حبيتك للأبد رحمتي ليك دايما للأبد. محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. موضوعنا الليلة هو محبة ظهر بقى وبين إزاي في رحمة تدوم. محبة في رحمة تدوم. كلمة الله بتقول لنا، بيقول لنا الرسول يوحنا: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. إحنا ما نعرفش الحب من غيره، هو الحب، هو مقياس الحب، هو فعل الحب، هو مشاعر الحب. كل اللي تعرف تفهمه عن الحب النقي الصافي الواضح جاي منه هو. والوصية اللي احنا ماشيين فيها من أول السنة وشعرنا: تحب الرب إلهك. دي أول الوصايا وأعظم: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. والتانية زيها بالضبط، كلمة الله بيقول بولس: بهذا يكتمل الناموس، تحب قريبك كنفسك. هتحب الله من منطلق إن هو حبك، هتبدله بنفس نوع الحب اللي حبك بيه. ولما تحب الله بالتالي من السهل عليك إنك تحب قريبك، بعد ما تكون أولا عرفت تحب نفسك من خلال حب الله ليك اللي قبلك وشافك زي ما أنت وادالك محبته. إرميا 31:3 تقول كلمة الله: دليل الحب اللي خارج من قلب الله هو رحمة دايمة مستمرة، هو لا ينعس لا ينام، حافظ إسرائيل. أنا وإنت ننام ونصحى، لما ننام تعرفش حالك شكله إيه، لكن الكلمة بتقول: في المساء يبيت البكاء. ليه في ترنم في صباح؟ لأن في رحمة جديدة في كل صباح جديد. لولا الرحمة، لولا ما أنا وإنت موجودين النهاردة. إرميا فهم الإعلان، إرميا فهم الإعلان. رغم جميل إرميا، عارف إيه الجميل في كلمة الله دي؟ ما بتقولش المثاليات
والناس اللي عاشوا فوق السحاب. بتحكي على ناس عاشوا زيي وزيك متقل. لو ترى أعداد قليلة، أعداد قليلة، بس قبل ما يقول من إحسانات الرب إن أنا لم نفنى لأن مراحمه جديدة، أنت عملت فيه، أنت سويت فيه، أنت كسرتني، أنت حطمتني، أنت العدو، أنت 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 طلعت كل اللي في قلبي. أنا إنسان، لكن هفتكر حاجة واحدة بس، إنك أنت ما بتتغيرش. ورغم أني مش فاهم حاجات كتيرة حواليا، أنا عارف أنه من إحساناتك أني لسه موجود لغاية دلوقتي، لأن مراحمك جديدة في كل صباح، جديدة في كل صباح. حب الله العمل، اسمعنا الله يخليك، حب الله العملي تجاه من يحب، واحدة من علاماته، واحدة من إظهاراته الرحمة اللي احنا محتاجينها جدا جدا جدا. مش كده؟ مرة تاني العنوان: محبة بين في رحمة تدوم. محبة في رحمة تدوم. يا رب تعالى تعالى نور علينا ونور جوه قلوبنا، رغم كل اللي عارفينه وحافظينه وشفناه عن عن الرحمة. تعالى النهاردة اعلن لينا اعلان مختلف، اعلان فريش، اعلان طازة جاي من عندك ومن قلبك تكلمنا به. اولا مفهوم الراحة، مفهوم الرحمة. يعني ايه رحمة؟ رحمة خساد او حساد. عارفين في يوحنا 5 كان في بركة اسمها بركة بيت حسدة او حسدة، اي انطقها زي ما انت عايز، لكن الكلمة معناها مكان الرحمة او الرحمة. يعني ايه كلمة رحمة؟ كلمة رحمة في كلمة الله، الكلمة العبرية اللي مذكورة هنا، معناها العفو، رفع او تنفيذ، رفع تنفيذ العقوبة، توقف العقوبة او ترفعها خالص، ده اسمه رحمة. الرحمة هي افراج. حد كان في ضيقة، حد كان في سجن، فتحت الباب وطلعته، دي تقال خساد. طلع من السجن. كلمة رحمة معناها الغاء الديون، انه حد كان عليه دين، اتدفع الدين واتحط عليه صك، الصك بيقول خساد، اتدفع، paid، خلص، انتهى. الرحمة معناها خروج من أزمة. الرحمة في ترجمة تانية معناها تحنن معطاء، تحنن معطاء. أحاسيس مترجمة بصورة عملية. الرحمة معناها إعطاء فرصة جديدة. الله 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 على الجمال. الرحمة معناها أنه أنا بترحم، معناها أن ربنا بيقول لي أنا مدي لك فرصة جديدة. تخيل بقى بيقول لي أدي لك فرصة جديدة ومرحمه جديدة في كل يوم. حاجة تانية، كلمة الله بتقول احمدوا الرب لأنه صالح. يا جمال، لأن إيه؟ مش هيتوقف في يوم أنه يرحم لمن يحتاج رحمة، للي عايز الرحمة، للي محتاج الرحمة، للي طالب الرحمة. رحمته جديدة دائمة ومستمرة على الدوام. المعنى الأولاني في الرحمة معنى قانوني، قانوني بمعنى إن في جرم، إن في ذنب تليه عقاب، ومحتاج إن حد يرحم يوقف هذا العقاب. ده المعنى الأولاني، معنى قانوني. المعنى الثاني في الرحمة معنى علاقاتي، علاقاتي، أي هناك تحنن وأحشاء وعطاء من الله للإنسان، وهناك تحنن وأحشاء وعطاء من الإنسان للإنسان ومن الإنسان لخليقة الله. علشان نفهمها لازم نعرف إزاي نعيش بيها ونطبقها. ومش ممكن تعيش الرحمة غير من دافع الحب. الحب هو اللي يخليك تعرف يعني إيه ترحم. ميخا 6:8 تقول كلمة الله: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، ماذا يطلبه منك يهوي، إلا أن تصنع الحق، الحق يصنع، وتحب الرحمة، والرحمة تحب، وتسلك متواضعا مع إلهك.
علشان أرحم أنا محتاج إلى قلب الحب جوايا عشان أتحرك في الرحم. ما أقدرش أعمل ده في حياتي إن لم أكن قد اختبرت ده أولاً ولسه عايش بيه بيني وبين مصدر الرحمة ومصدر الحب اللي هو شخص الله. عشان تحبها وعشان تعيش بيها لازم تكون تعرفها، لازم تكون اختبرتها، لازم تكون اقتربت للنبع اللي فيه الحب واللي بيرحم على الدوام. ده الرحمة. شيء تاني، الرحمة وشخصية الله. مش ممكن نفهم الرحمة بعيد عن شخص الله وإعلانه عن نفسه. مزمور 145، حد فاكر مزمور 145 الجميل اللذيذ؟ عدد 8 و9 تقول كلمة الله: يهوي حنان ورحيم طويل الروح وماله كثير الرحمة، يهوي صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. مرحمه على كل أعماله أي رحمته على كل ما في خلقته، يطعم، يهيئ، يمطر، يشرق بشمسه، ده من أعمال رحمته اللي بيعطيها للكل على كل أعماله. وحنان رحيم صالح، ده جزء من صلاحه انه بيديه وبيعطي قلبه للي محتاجين. المزامير مليانة بأحمده يهوي لأنه صالح، وبسبب صلاحه لأن إلى الأبد رحمته. حاجة ما فيهاش شك، ليه؟ عمره ما هيتغير في يوم من الأيام انه ما يكونش صالح، يعني قلبه كامل. وفي قلبه الكامل لأنه هو الإله اللي بيرق والإله اللي بيتحنن بيرحم. السماء ما فيهاش رحمة. نعم، السماء ما فيهاش أعمال رحمة. ليه؟ ليس هناك احتياج للرحمة. الملائكة مش محتاجين رحمة. ليه مش محتاجين رحمة؟ لأنهم ما فيش حاجة عندهم ذنب ولا عقاب قانوني محتاج إلى إيقاف التنفيذ، خلاص. لكن عندهم نعمة، هذه النعمة فياضة، نعمة في الرب اللي اختارهم، نعمة في الرب اللي حفظهم من السقوط وقت ما سقط تلت الملائكة. الرحمة ها هنا تجوز لمن يحتاج الرحمة، للي عايز هذه الرحمة اللي حب الله يبان فيها علشان يظهر عطفه وإحسانه ورحمته لمن يحتاج رحمته إلى الأبد. مش معنى رحمته إلى الأبد أنه مش هيكون عادل، أنه مش هيكون قاضي. مش معنى رحمته إلى الأبد أنه مش هيكون قدوس إلى المنتهى، لكن هو بيصبر، يتأنى، بيطول باله لغاية الفرصة اللي موجودة ها هنا لما جدنا على الأرض أو فوجدنا على الأرض إنه يرحم الجميع برحمته. لكن إن رفضنا هذه الرحمة يتفاعل قضاء الله وعدله وقدسته ليتفاعل بها مع كل البشر، وده إظهار لرحمته. عارف ليه رحمته للأبد؟ رحمته للأبد تاني رحمته اللي بيرحم بيها عندما يقضي الله بقضاء وعدله على الشر والأشرار، لسه رحمته باينة لمين؟ للمظلومين والمحتاجين واللي اتضربوا وتعبوا وتهانوا من الأشرار، ده عمل رحمة أيضا. هلو اللي بتوضحه كلمة الله بتفهمه لينا عشان نبقى فاهمينه وعايشين بيها. موسى بيطلب بوجه الرب، بيقول له أرني مجدك. خروج 33:18 الرب في إعلانه يقول إيه: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم يهوي قدامك. أترأف على من أترأف وأرحم من أرحم. ده عمل سلطان الله إنه يرحم، لكن ده إظهار وجوده وحضوره مع موسى إنه بيترأف ويرحم، بيعفو عن الذنب، بيدي فرصة جديدة، في باب للرجاء معاها لأن في رحمة. الرجاء الأمل لا يمكن أن يوجد to exist إلا في وجود رحمة. لو ما فيش رحمة فيش رجاء. تاني، لو ما فيش رحمة
ما فيش رجاء، لو ما فيش عفو ما فيش أمل لشيء إنه ممكن يتغير أو يحصل في حاجة جديدة. محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. من إحسانات الرب أننا لما نفنى، لولا رحمته الحياة ما تحتملش، الحياة مش ممكن تمشي من غير وجود الرحمة، لا يمكن. مزمور 63 عدد 3 تقول كلمة الله: لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. لو هتخيرني ما بين رحمتك وما بين الحياة هختار رحمتك لأن الحياة من غير رحمتك ملاش معنى الحياة، لا تطاق، عيشة مرة، عيشة كلها صراع وألم ووجع وملذات وحاجات، لكن رحمتك اللي مدية للحياة طعم إنها تتعاش، طعم إن فيها رجاء رغم ألمها وأوجاعها، ورغم انتظاري إن في شيء هيتغير فيا، يتغير في الظروف، يتغير في الناس. ليه؟ بسبب إنك رحيم بكفاية، عشان كده تديني رجاء لما هو آتي بكرة. كلمة الله مليانة بالإعلان عن رحمته وإنه رحيم، لكن اللي عايز أقوله لك هنا واللي عايزك تاخد بالك منه ارتباط الحب بالرحمة، الاثنين مش مفصولين من بعض. حبة أبدية أحببتك، اديني دلالة رغم خطاياك، رغم شتاتك، رغم خيانتك ليا، أنا أدمت ليك الرحمة. لسه في أمل، لسه في رجاء إن في حاجة بتتغير. ربنا عمل معانا كده. أفسس أصحاح 2، افتح معايا، مع كل واحد فينا، مع كل واحد فينا بصورة شخصية جدا. أفسس 2 عدد 4 تقول كلمة الله، لا نقول من أول الأصحاح كده هيبان الكلام: أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، كده احنا محكوم علينا خلاص، في عقوبة صدر علينا، التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح اللي بيعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو ماله غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمة الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. الآب أيضا يحبكم. نعرف منين أنه حبنا؟ إن دفعت الثمن عنكم، ثمن خطاياكم، لأنكم اعترفتم بخطاياكم وقبلتوني أكون سيد ورب، متتم معايا وقمتم معايا، رحمة الله بقت فعالة إنه أصدر حكمه، وقف العقاب وتنفيذ العقوبة بالموت، وأحيانا مع المسيح يسوع أطلقنا أحرار. هو ده دليل المحبة. غني في الرحمة، قول معايا غني في الرحمة، محبته الكثيرة تقدرش تحده لا في الغنى ولا في الكثرة ولا في عظمة ما لديها. مهما كانت ظروفك، مهما كان اللي عملته، مهما اللي ارتكبته، مهما اللي عشته، مهما اللي أجرمت فيه، مهما عكتها زي ما عكتها، رحمته ومحبته أكبر بكتير من كل خطايانا، من كل اللي بنعيش فيه واللي عملناه. بيحبك، ولأنه بيحبك بيرحمك. أغنى واحد في الوجود في الرحمة، مزمور 51:1. ليه داود رايح للرب يعترف بذنبه؟ ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معاصي. واو. في الهيكل وفي الخيمة كان في تابوت الرب، في ملائكة بيغطوا على هذا التابوت، واللي بيسموه هناك ده كرسي الرحمة، ده مكان اللي فيه الرحمة.
كلمة الله بتحكي لنا أنه في الأقداس، في قدس الأقداس، عبرانيين 4:16، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة نمرة واحد لكي ننال رحمة. الله الله الله. لما تيجي لعرش النعمة وانت حاسس انك مش محتاج رحمة ما تاخدهاش. الرحمة للمجرمين، الرحمة للتعبانين، الرحمة للمقرين انهم في احتياج الى معونة اكبر منهم. اللي عنده الصفات دي يقف في الصف ده. مشان الرحمة للناس دول بس. فاهمني؟ فاهم؟ فاهم الحدوتة؟ فاهم الحدوتة؟ الرحمة للي شاعر، للي عايز، للي طالب إن الرحمة تكون موجودة في حياته. خلاص، لأن رحمة الله دليل على محبته. فالرحمة، اسمعني كويس قوي، فعل بيحصل في الحاضر. ناو بيعمل الفعل اللي في الحاضر، يرفع تقل او ذنب حصل في ماضي. الفعل اللي بيحصل في الحاضر شال حاجة في الماضي وشيء انا ارتكبته علشان شيء يديني رجاء وامل للمستقبل، يديني فرج لما هو آتي. بدون رحمة لا علاج للماضي ولا قدرة على الحياة الآن ولا رجاء إني أعيش لبكرة. دي رحمة الله، رحمة الله الغنية، رحمة الله اللي بتشمل. عشان كده يسوع المسيح، اسمعنا الله يخليك، هو يا حبيبي أمس وكمان واليوم وإلى، زي ما هو حيفضل في رحمته، في محبته، في غناه اللي هي جديدة ليا وليك كل صباح. هو لا ينعس ولا نيام، شمس رحمته مشرقة 24 ساعة. حد يقول لي هللويا. اللي ناموا في استراليا ناموا، ناموا في ألامهم وأوجاعهم بس في نفس الوقت اللي موجودين في أمريكا الشمس أشرقت الناحية التانية، مالها بتتبسم وتقول إن رحمة ربنا جديدة في كل صباح. لسه الرحمة موجودة على الدوام. شعية 55 في دعوة، خلينا نقرأ الكلمتين دولة النهاردة في نور الإعلان اللي بيقوله ربنا. شعية 55 عدد 6 و7، تقول كلمة الرب: اطلبوا يهوي ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب. يعمل إيه بقى؟ الرب هيعمل له إيه؟ فيرحمه. ليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. ما بتجيش ليه؟ مال على جنبك قول الله، ما بتجيش ليه؟ ما بيجيش ليه؟ ما تيجي تعالى، اصل اسامي، اصل خطاياي، اصل مشاكلي، تعالى. لو انت فاهم يعني ايه رحمه، تعالى للرب فيرحمك فيكسر الغفران. نفسي اقول لك على حاجه، في مره كان ليا صديق اسيس بحاول أساعده في حل مشكلة مع حد. الحد ده ارتكب ذنب كبير، خطأ كبير قوي، بس هذا الرجل الراعي الجميل قال أنه لو أقر واعترف بخطأه ولا كأن في حاجة حصلت. دان يعني أنت عايزني أوصل معاه ليه؟ أوصل معاه يترفد، يتمشي من الشغل، لا 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 لا، خلص أنا بس كل عايزه أنه يقر بهذا الخطأ، أنه مش هيتكرر ثاني، وأنا من عندي أنا مسامح. وأنا بحاول مع هذا الأخ مرة واثنين وثلاثة، لففني الكرة الأرضية 7 لفات، وداني وجابني ومش عايز يقر. وأنا عايز أقول له يا بني آدم يا الراجل، ماله؟ سبق وقال أنا غافر لو أنت قلت أنا مقر بضعفي. وأنا بلوم عليه سوري في اللفظ بلاش أقول عشان ما يا غبي.
وروح الله يفهمني يقول لي كله كده. رحمتي موجودة على الدوام، غفراني موجود على الدوام للي محتاجه، اللي مش عايزه، اللي لسه عايز يدبر نفسه وأعذاره ويبرر نفسه بنفسه أو يغطي على الخطأ ويداريها. ببقى أنا بشفق عليه وببكي عليه وبقول له إن إيديا مفتوحة ليك بالرحمة. القرار موجود ليك إنك تطلع براءة. لا ما اطلعش براءة. ليه؟ لن أقر بالذنب ولن أعترف إني خاطي. لا تحق ليك البراءة، بس هتتمسك، بس هتقع، هتقع بين إيدين المعذبين اللي عذبوا نفسك وقلبك وضميرك وحياتك. وعندك إله من الناحية التانية بيقول لك أنا عايز أقدم لك كل ما عندي، أفضل خير يكون ليك إني أرحمك على الدوام. فهمك هو مين؟ فهمك ليها بأنه كثير الرحمة يديلك الشجاعة إنك تيجي تختبر رحمته كل يوم. في إقرار بالضعف لكن في احتياج شديد للرحمة. أنا بسمعش في كنايسنا الإنجليزية كلمة يا رب ارحمني، بسمعها في إخواتنا الأقباط والأرثوذكس كريليسون كريليسون، يا رب ارحم يا رب ارحم. احنا طبعا احنا ربنا رحمنا وخلصنا خلاص. لا، انا محتاج للرحمه كل يوم، انا محتاج للرحمه في كل آن. ثالثا واخيرا، الرابط ما بين الحب والرحمه عند الله واضح. من اجل محبته ادام الرحمه، من أجل رحمته الكثيرة، لأنه غني في الرحمة، لأجل محبته الكثيرة لأنه غني في الرحمة. الوصية الأولى والعظمى إنك تحب يهوى إلهك، والثانية تحب قريبك كنفسك. هو حبك فعمل معك إيه؟ رحمك. تمام؟ أنا ببذل الحب. حب الله يفهم، تكلمنا في لغات الحب اللي بيفهمها الله أول السنة. واحدة من ضمن الحاجات اللي تلمس قلب الله إنك فاهم يعني إيه إنك بتحبه، يعني إيه أنت بتحب، إنك ترحم زي ما ترحمت. بحبك بحبك، تعرف إني بحبك، بس مش قادر إني أرحم من حولي. مجرد كلمات، مجرد مشاعر، لكن مش فعل، لكن مش عمل. ممارسة الرحمة هي علاقة حميمة ينعكس فيها شخص الرب الرحيم. في رابط ما بين معرفته، ومعرفته هي الحياة الأبدية، هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك، وما بين ممارسة الرحمة من الناحية التانية. هوشع 6:6 تقول كلمة الله: إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات. إني أريد رحمة، أيوة، لا ذبيحة، والأهم عندي إنك تعرفني أكثر من إنك تقوم بفرائض الدين المطلوبة. معرفة الله ورحمتي، تعرفني تعرف ترحم، ترحم تبقى أنت عارفني. مش التدين هو اللي طالبه، لكن دي العبادة الحقيقية. العبادة الحقيقية بتقول شعة 29:30: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فماله مبتعد عني بعيدا. أنا مش بقوم بالفرض وبالمطلوب علي، الله لا ينظر لده. بذبيحة ومحرقة لا تصر، وإلا فكنت أقدمها، لكن الذبائح اللي مقبولة عندك قلب مكسور، قلب بيرق وعارف يعني إيه أنت عملت معروف معاه، يعني أنت غفرت، يعني أنت سمحت، يعني أنت أعطيته رجاء في أمل جديد. بيمارس ده وبيعيشه مع كل أعمالك، مع كل الخليقة اللي هو عايش بينها. الله مش طالب دين ولا أن احنا نفتخر بوصايا، لكن الله طالب ان احنا ندرك رحمته وعملها.
وقال لقوم يفتخرون بأنفسهم أنهم أبرار، قال لقوم مثل يفتخرون بأنفسهم أنهم أبرار. اثنان صعدة في ساعة الصلاة، واحد فريسي واحد عشار. فريسي ده ألمع الناس في المجتمع اليهودي، اللي هو الفريسي بتاعه، عارف ده اللي هو بتاع ربنا، اللي هو بيخر زيت ده، يعني ما حصلش البار التقي ماشي على الناموس والحافظ كلها. والعشار أردأ بني آدم، لو رحت لأخوك وحاولت تصلحه مرة واثنين وثلاثة ما سمعش منك وما سمعش الكنيسة، فليكن عندك كل وثني. وإيه كمان؟ والعشار، بتكلم على ده جماعة من اليهود، عشار مكروه. واحد واقف وقال اللهم إني أشكرك، حد يدي مجد، ده بيبتدي بالشكر يا جماعة، نبتدي بالشكر، بيبتدي بالشكر، بالشكر. اللهم إني أشكرك، أصوم مرتين وعشر كل أموالي، ولست مثل هذا الدنيء الحقير المكروه الأمة المرائي الحرامي. أما الثاني فوقف من بعيد مش قادر يرفع وجهه إلى السماء، قرع على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ. الحق أقول لكم أن هذا العشر نزل مبررا دون زك. أنا مش طالب عشور، أنا مش طالب صيام، أنا مش طالب دين، أنا طالب قلبي. يعني إيه فاهم؟ مقر بخطأه وحجمه، وعارف إن في إله رحيم يقدر يعفو عنه من غنى ومن فيض رحمته إنه يعمل ده. مفيش كلمة دين عند الله، لكن كلمة الله بتقول لو في دين، لو في دين، ما هو الدين؟ مش شرائع وناموس وكتب ووصايا. الدين أو الديانة عند الله. افتح معايا يعقوب أصحاح واحد، يعقوب أصحاح واحد عدد 27. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب، ده يعقوب اللي بيكتب، أنا أتوقع منه يقول اليهودية. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. إيه ده؟ افتقاد الأرامل واليتامى، ده عمل رحمة، هي دي الديانة الحقيقية. الراجل ده يتبعني ليه؟ لأنه عارفني. الراجل ده أنا دينه، أنا مش قانون ولا وصايا ولا ده. أنا دينه، أنا ديانته، أنا تفكيره، أنا المنهج اللي هو عايش بيه في الحياة. ليه؟ لأنه بيعمل أعمالي. عبرانيين 13، ياما علمونا واحنا صغيرين عن ذبيحة التسبيح، وخدنا مؤتمرات وسيمينارات بس ما حدش مكمل معانا الآية اللي بعديها. عبرانيين 13:15، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاة معترفة بسبه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع. ليه؟ لأنه بذبائح مثل هذه، احنا كنا بنتكلم على ذبيحة التسبيح، كويس، حلو، جميل، رائع، بس في ذبائح أكتر بيصر بيها الله. إيه؟ فعل الخير، توزيع، افتقاد الأرامل، اليتامى. باختصار كده، تتحنن على من هو في ضعف، تعطي ما في قلبك، تسدد الحاجة. ليه؟ دي رحمة الله اللي بيرحم الجميع في رحمته، واللي بيعطي غناه وفضله إلى الكل. الرحمة باختصار كده هي دي العبادة الحقيقية المقبولة. ليه أرى مننا أعمال لما نروح نقعد أقرا أعمال عشرة؟ شوف كورنيليوس ده مين؟ عطاياك وتقدماتك وصدقاتك مقبولة عند الله، وأصوامك
مقبول عند الله. راجل عايش عارف القلب وبيدي ده كله، الله جه وافتقد وأعلن عن نفسه ليه. العبادة الحقيقية هي الله طالب مثل هؤلاء الساجدين له، الذين بالروح والحق ينبغي أن يسكت، ينبغي أن يعبده بالروح وبالحق. بالروح والحق اللي يدي لك قلب الآب الرحيم إنك تتعامل بيه. السؤال هو أنت بتقول تعرفني؟ أوقات كتيرة لما بقعد مع ناس أبقى عارف جوا قلبي، شايف ولامس من حياتهم انه ضارب، انه بعيد، انه عنده مشاكل مع الاخوه، انه ساب مش عارف ايه وعمل ايه. لما تيجي تحكي معاه مش عايز اقول لك الزيت بيخر خر، خدت بالك انت؟ وده الرب بيتراءى ليا والرب بيعمل ليا وربنا مباركني في الخدمه الفلانيه وربنا عامل في امين. لكن عندي سؤال، لو تعرفه حالك غير، لو تعرفه لن تشتكي على احد، لو تعرفه هتدي للآخرين فرصة واثنين وثلاثة وعشرة زي ما هو بيديك الفرصة. لو تعرفه هتبقى لابس نظارته اللي بيشوف بيها العالم من عيون مليانة بالحب ومليانة بالرحمة للي طالب واللي عايز. لو انت بتعرفني وريني محبتك ليا معكوسة إنك ترحم من حولك. لوقا 6، خلينا نقرأ آخر كلمتين. لوقا 6 عدد 30، خلينا نقول من عدد 27. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك بعد إذنك بس أخذ بق مي عشان أبلع الكلمة. فأعرض له الآخر أيضا. من أخذ رداءك، الغطى اللي من برا، لا تمنع ثوبك أيضا. كل من سألك فاعطيه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. مش هتلاقي المنطق ده في أي قانون، مش وصايا، اتجاه قلب. تاني، دي مش وصايا، دي اتجاه قلب. اتجاه قلب بيجيش غير باختبار، اختبار ان الروح والحق هم دول اللي ثابتين فيك فيقول لك تعمل كده. مالكش القدرة في ذاتك، لكن القدرة منه هو اللي يعطيك هذه القدرة. كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم، إن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. الحب هنا معناها إحسان، الحب معناها رأفة، الحب معناها عطاء للآخر. إن أحسنتم الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا. إن أقرضتم الذين ترجون فإن تستردوا منهم فأي فضل لكم، إن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونون بني العلي. فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. ملخص المقطع كله بيقول ايه؟ فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم. اعمل كل شيء من منطلق رحمة. والرحمة مش معناها انك، عندنا تعبير مصري اسمه سداح مداح، اللي هو يعني سكتنا له دخل مش عارف مش ده. هيعرف امتى يعلمك تقول لا، هيعرف امتى يعلمك تحط حدود، هيعرف امتى تعلمك تدافع عن الحق، وهيعرف امتى يعلمك انك تسكت، وهيعرف امتى يعلمك انك تسيب اللي عندك، وهيعرف امتى يعلمك انك تتضع، يعرف امتى يعلمك في كل المواقف ان يكون ليك
قلبه وفي كلهم. وانت بترحم لا للمرارة في حياتك، لا للمرارة في حياتك. أنا طفشان من الإنسان، بني آدم ده ظالم، ظالم صدقني، ظالم وعمل وسوى، لا أدينه وليس في قلبي مرارة ناحيته. ليه؟ حولت الحكم إلى الله الرحيم. وبقول لله الرحيم حاجة في الغضب، يا 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 أرد عليه، في الغضب أعمل إيه؟ أذكر الرحمة. في الغضب افتكر الرحمة، إنك بترحم. الوحيد، ما فيش تاني غيره، الذي يعرف كيف يضبط غضبه. والسبب أقول لك السبب النهاردة، إنه كثير الرحمة جدا. إحنا لما بنضايق من حد، ضايق من حد وعايزين نعاقبه، مش هو بس ياخد العقاب. بتناقش مع حد ما عجبنيش الكلام، رحت ضارب اللي مش عارف ايه، طار يا عيني الطبق اللي كنت باكل فيه، وخرجت رحت ماسك الباب، ملوش دعوه الباب، ملوش دعوه الباب، ملوش دعوه يا ساتر، بو رحت خبطه، رحت مش عارف ايه، رحت شايط علبه البتاع اللي موجود، دخلت العربيه رزعت الباب، مشيت في السياره وقفت بتاع حد قفل عليا، سبيت وعملت ووزعت غضبي على الجميع. الهي ضابط الكل، ضابط غضبه لأنه رحيم. في أمل في المسيح. عندما ينمحي الأمل، عندما يفقد الرجاء، في حاجة واقعة فيها من رحمة الله، واللي محتاج فيها إلى نعمة متجددة تديني أني أفكر بذات القدرة مرة تاني. محبة أبدية أحبابتك، الدليل من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، رحمتي دايما. عايز تعبدني؟ عايز تعبدني وتكون على العلاقة معايا وتعرفني؟ تعرف أن قلبي رحيم، وده حيبان في حياتك وانت بترحم اللي حواليك، وانت بتشفق، وانت بتتحنن، وانت بتفك، وانت بتدي فرص، وانت بتشجع الاخرين يكون عندهم امل لبكره. كم من مرات لسه اقول لكم هو ده اسمه ايه؟ اسمه الانجيل. انجيل يعني ايه؟ لسه في اخبار ساره؟ ده انا لسه جايني مش عارف على التليفون بيقولوا ايه، ولسه عملوا لي رساله ايه في البتنجان ايه. خير على رأي الدكتورة منال، محدش فاهم حاجة. طالما محدش فاهم حاجة، أنا هروح للي فاهم كل حاجة واستخبى فيه هناك. أنت اللي فاهم وأنت اللي عارف، وعلى قد النور اللي عندي الدنيا أتحرك على حسب النور، وما فيش يوم أقع من رحمتك يا رب، وفي رحمتك أتمسك في كل يوم. كل الناس بتقول نهايات وانت لسه بتقول في بدايات. ليه؟ بص للشمس وانت تعرف رحمتي لسه جديدة في كل صباح، لسه احساني ورأفتي جداد في كل يوم. ايوة في المساء يبيت البكاء، لكن في الصباح هيكون فيها ترنم. ليه؟ لانه شمس الرب برحمته اشرقت من جديد، اشرقت من جديد. ده الحافز اللي تصدق، ده الحافز اللي بيقومني من السرير الصبح، اللي بيقومني من السرير الصبح، انه اصطبحنا وصباح الملك لله، ولا مش عارف جالك رساله من ايه. نو 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 نو، اللي مقومني من الصبح انه في رحمه جديده، ورحمه جديده معناها في امل جديد، في متغيرات جديده انا مش شايفها ولا عارفها ولا دريان بيها، لكن الذي لا ينعس ولا نيام سهران عليها ومستنيني اجي يكون لي قلبه واعرفه. ساعتها هيوريني رحمته شكلها ايه، رحمته اللي تفيض عليا وعليك. اختم بكم حاجه اقولها لك. قول هللويا. معرفتك بابوك السماوي اللي حبنا ورحمنا هي دي السكه اللي تتعلم بيها ازاي تحب وازاي ترحم. نمره 2، الرحمه مش صفه منفصله عنه، لكن دي طريقة تفكيره وانعكاس قلبه. محبته لكل الخليقة بالذات
لي وليك لأننا على صورته، مستعد يرحم دايما. عشان كده تعالى في أي وقت. حد يقول لي هللويا. أجي في أي وقت، أي وقت، أي وقت، أي وقت، أي وقت، أي وقت، أي وقت. مرات أنا بصلي مع ناس كون بنحكي في تفاصيل وحاجات دقيقة جدا في الحياة، وكده نيجي نصلي في الآخر. فبصلي الأخير ربنا بيعلمني الحتة دي، أنه أشكرك أنك موجود، سمعتني أنا وفلان كنا بنحكي في تفاصيل، التفاصيل أنت عارفها كويسة مش هكررها عليك لأنك تعرفها وشايفها وحاسس بيها. دينا سكة وطريق، رأيك إيه في اللي بيتقال يا رب؟ تكلم إلينا، اتدخل واصنع بالرحمتك حاجة جديدة. نمرة ثلاثة، معرفتنا به، اختبارنا لحبه لازم ينعكس في حياتنا وفي عبادتنا. العبادة مش اجتماع عبادة يا جماعة وترنيم عبادة اللي هي اديني كده دو يعني نازل كده فكله يبقى نايم ولا العبادة في شغلك وفي عملك وفي معاملاتك وفي حياتك وفي كل حاجة انت تعملها، دي عبادتك. دول نوع الناس اللي الآب بيدور عليهم، يا عيناه تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو، اللي قلوبهم زيه، كونوا كاملين كما أن أباكم السماء الذي هو كامل. ويختمها هنا في لوقا ويقول إيه؟ أنك ترحم زي ما هو بيرحم، ده القلب اللي يكون ليك. آخر شيء، الله عايز لينا رحمة، عايزنا نعيشها، عايزنا نمارسها ونفهمها ونعرف نديها. ما ينفعش نفهمها ولا نديها بعيد عنه، بعيد عنه. زي ما قلت لك من شوية، ما تيجي واقف بعيد ليه؟ لسه ضمير الخطايا معكسك؟ لسه إحساس أصلا أنا مش يابا، ده مش لل ده المغسلة ده المغسلة، دم يسوع ده المغسلة بتاعتي وبتاعتك. حاجة باللي فيا، حاجة باللي في ضميري، باللي في عينيا، باللي في ماضية، باللي أنا عايشه النهاردة. أشكرك لأنه مبارح والنهاردة وبكرة مربوطين بعمل رحمتك يا رب. ننال رحمة، نجد نعمة، ولما يجي بكرة بمشكلته وألمه ووجعه عونا في حينه. هو جاهز، هو جاهز لده. ليه هو جاهز لده؟ لأن رأى أبد رحمته، رحمته دايما الكل. من قلب أنا جاي تاني، نفسي أقول لك وأقول لكل واحد فينا، محبة في رحمة تدوم، محبة في رحمة تدوم. ده الحب، محبة في رحمة تدوم تنفعنا قوي في علاقاتنا الزوجية، في علاقاتنا الأسرية. حب، حب، الحب مش كلمة، الحب عمل، الحب رحمة تدوم، الحب غفران، الحب سماح، الحب فرصة جديدة، الحب قلب مفتوح، الحب عطاء، الحب إدراك من عند الله إلى شخصه بينعكس. اللي رحمني ما عنديش حاجة أعملها غير إني أعمل اللي عمله معايا، إني أرحم أنا أيضا. أوعى توقف ده، اوعى يكون عندك جوه قلبك، جوه حياتك، جوه دايرة إيمانك جلطة. الجلطة متكون فيها حاجات حزنت، كسرت، جرحت، ومش عارف تصرفها برحمة الله، إن الدم يجري في عروقك من تاني علشان يعرف بنهر رحمته ومحبته يجي يجري في حياتي وحياتك من جديد. يا رب علمنا أحبك إن أرحم زيك. خلينا نصلي. بارك شخصك يا رب. هللويا
هللويا. أنا جاي أشكرك على عطفك النهاردة، أنا جاي أباركك على فيض الرحمة والنعمة اللي فيك اللي حبيتنا بيهم يا رب، اللي دمت معروفك وأمانتك علشان تسترنا، علشان تغيرنا، عشان تيجي تبدلنا. أنت مليت قلوبنا بنورك ولسه عايز تملانا بالمزيد، عشان نعرف نجيلك مع كل صباح بكل حالنا بكل اللي فينا، من غير رتوش، من غير تزويق، من غير تجميل. ينفع نضحك على نفسنا ونضحك على بعض، من السخرية ان احنا نضحك عليك وانت عارف كل شيء يا رب. انا بصلي من قلبي ساعدنا نجيلك زي ما احنا، ساعدنا نجري عليك واحنا عارفين انه باب رحمتك مفتوح دايما، عرش نعمتك لسه موجود، واول حاجة بتديها ان احنا نجد رحمة عندك يا رب، ترحمنا بيها من المشقة، من التعب، من الألم، ترحمنا بيها من الوجع، من المرار، ترحمنا بيها من ذنوبنا ومن خطايانا ومن عقاب خطايانا توقفوا من علينا، تدينا إفراج، تخرجنا من السجن، من الحبسة، من ضيقة النفس، من الكآبة، من المرارة، من وخز الضمير اللي بيعذب. بصلي في اسمك أنه يدفعنا إليك عشان نستريح فيك يا رب. شكرك لأنك لسه بترحم ولسه بتكثر الغفران يا رب. خدنا في حتة أعمق في شخصك، خدنا في حتة جديدة تكشف فيها نفسك وذاتك لينا، للي طالبين وعايزين رحمة. أنا جاي النهاردة مع ناس كتيرة بقرأ على صدري أنا كمان وأقول آه، السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة ابرئني، وعشان فيها خطايا مستترة أنا جاي أقول لك النهاردة ارحمني يا رب، أنا محتاج لرحمتك، أنا محتاج إن شكاية الشرير تتوقف من عليا، لأني جيت لك وطلبت وقلت لك افحص قلبي وأعماقي وشوف الحتة الغلط اللي فيها، سامحني، اغفر لي ذنبي، اطلقني من سجني، متعني برحمتك عشان الشرير ما يعطلش عمل نعمتك في حياتي يا رب، وعلمني أكون زيك، علمني أكون زيك، ارحمنا من قساوة القلب يا رب، وقساوة القلب اللي جات مع السنين من تراكم التقل والهم والوجع والجرح والحاجات كتيرة اللي شفناها في حياتنا يا رب، لينها النهاردة يجي شعاع رحمتك اللي بيشرخ في كل صباح يا رب، يجي على الجليد اللي مسكنا يدوب، تحوله انت النهر، نهر يفرح قلبك، نهر معطاء يدي الكل اللي حوالينا يا رب. آه يا رب، افتقدنا بنعمتك، افتقدنا عشان نعرف نشهد عنك للي حوالينا لأننا اختبرناك يا رب. مبارك شخصك يا سيد، هللويا. مال إلي وسمع صراخي، عوض صبري وانتصاري، اخرج رجلي من الشبكه، اعلن فرحي وليها داري. مال الي وسمع صراخي، عوض صبري وانتصاري، اخرج رجلي من الشبكة، أعلن فرحي وليها داري. يا ما شعرت بإني وحيد، إني خلاصي مناله بعيد، سمع الفادي أنيني فيا، خبى على فطلت المطفية. يا ما شعرت بإني وحيد، وإني خلاص مناله بعيد، سمع الفادي أنيني فيا، غبى على فطلت المطفية. رحمته ساعدت كل عيوبي، رحمته ساعدت كل عيوبي،
احمي تساعد كل عيوبي ونفخ فيا عمري جديد. مال الي وسمع صراخي عوض صبري وانتصاري اخرج رجلي من الشبكة أعلن فرحي وليها داري. سمع صراخي عوض صبري وانتظاري أخرج فرحي من الشبكة أعلن فرحي وليها داري. طوبى للمتكل عليه تتثبت خطوات رجليه. كنت في وادي الموت بصرخ له قلبي جريح مين يرقف بيه. طوبى للمتكل عليه تتثبت خطوات رجليه. انا كنت في وادي الموت بصرخ له قلبي جريح مين يرقف بيه. جاني ملاني بقوة روحه جاني ملاني بقوة روحه. هللويا جاني ملاني بقوة روحه وجه اليوم اللي افرح فيه. مال الي وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري اخرج رجلي من عند الشبكة اعلن فرحي وليها داري. خلت ترنيم مالك عياني والتسبيح رايدي وعينه حرايتي وعنواني ويقولوا ده إله عجيب لا يترك إيمانه يخيب. مين الراعي اللي بيرعاه؟ مين الراعي اللي بيرعاه؟ مين الراعي اللي بيرعاه ويحول لأغاني؟ مال إلي مال إلي وسمع صراخي عوض صبري وانتصاري أخرج رجلي من الشبكة أعلن فرحي وليها رحمته ساعت كل عيوبي. رحمته ساعت كل عيوبي، كل خطاياي، كل آلامي، كل أحزاني، كل ما فيا. رحمته تقدر تسع كل ده وتشمله. والنهاردة جاينا وانت قدام مائدة الرب إعلان متجسد عن الرحمة. محتاج رحمة؟ تعال وخد من بين ايدي اللي شال عني وعنك خطايانا وأسمنا وكل ما فينا. لسه لغاية النهاردة بقولك أنا عايز أرحمك. أنا عايز أرحمك. تعال بروح الشكر النهاردة. أنت بتقول شكرا يا أبويا، كتر خيرك على الرحمة يا رب. أنا ببارك اسمك لأنك كنت وهتفضل صالح وللأبد رحمتك. بقول مع شعبك في القديم لولا الرب الذي كان لنا
كنا روحنا فين لولا ان رحمتك جديده في كل صباح، كنا فنينا وهلكنا وضعنا. لولا الرحمه اللي لينا لسه انت بتشرق على الكل باحسانك وفضلك يا رب. انا جاي النهارده يا رب اخذ من بين ايديك نعمه وقوه وحاجه ملموسه بين ايديا بتبتسم فيها انت وتقول دي رحمتي ليك. بقبل من بين ايديك رحمه الحياه يا رب. جسد المكسور علشاني وعلشانك ناكل منه كلنا. ارفع كاسك معايا قول رب شفيني من الهروب يا رب، شفيني من التمثيل، شفيني من التدين الزائف، وعلمني يعني ايه الديانة الطهرة النقية عندك يا رب. كن انت ديني ومعتقدي، شخصك وروحك وعملك يا رب. صلاتي من كل القلب ان دمك النهارده يجري مش بس في عروقنا يا رب، يجري في ارواحنا، يجري في افكارنا، في ذهننا، مشاعرنا يا رب، يغسل ويجدد وينقي ويدي رجاء وامل، تنفخ فينا نفخه حريه جديده بسبب رحمتك يا رب. شكرا لانه كما رحمنا لا نفشل. اشكرك انك ما بتفشلش فينا بسبب رحمتك يا رب. افتح العيون، المس وابرق وحرر في اسم يسوع. في حد النهارده انت جايه بقالك 3 سنين متجوزه وحاولتي نفسك ربنا يديك ثمر بطن، رب سمع انينك فتح رحمك والنهارده هيختم على ده. بارك شخصك يا رب. يا رب تعالى لكل محتاج، كل معوز، تعالى كل اللي منتظرك ومستنيك. تعالى النهارده بكلمه وعدك ارحم انك تدي افراجه وتطلع من السجن يا سيد يا رب. كل وعد وكل كلمه يا رب، كل حاجه منك اعاقها الشرير بحربه تبطل اليوم في اسم يسوع يا سيد. تيجي انت بسكيب رحمه على كل طالبيك. مبارك شخصك يا رب. دم يسوع المسفوك عني وعنك نشرب منه كلنا. رحمته الجديدة في كل صباح، الأشرقة اللي بتشرق علينا في كل يوم، تغطيني وتغطيك، تسترني وتسترك، تدينا الرجاء والأمل للي جاي بكرة، تشفلنا مبارح وتوقفنا النهاردة على صخر الظهور، شخص يسوع المسيح. آمين.